البيانات تقول أن مشاركة CIA، هكذا فسر الأمر، تعني احتمالية قرب الوصول إلى اتفاق. والبيانات التي تحدثت أو نقلت عن مسؤولين في حماس ونقلتها وكالة فرانس بريس قالت أن المواقف متباعدة. لماذا هذا التضاد؟ ولماذا يوحي مشاركة رئيس CIA بأن احتمالية قرب الوصول إلى اتفاق أصبحت وشيكة، رغم أن البيانات توحي بعكس ذلك؟ منذ بدء الحرب هناك وفود كبيرة، يعني تتخيل أنه في أزمة عالمية، هذه الدولة تستعد لمواجهة عسكرية مع الصين، وبعد وجه روسيا دولة مهمة في أوكرانيا، وهناك يعني مبالغ ضخمة. تنظر أنه هناك دولة إسرائيل، هذه النقطة على الخارطة، من هي دولة إسرائيل؟ يعني انشغل الرأي العام الأمريكي، الدولة الأمريكية، بايدن كم أكثر من 14 اتصال بنتنياهو، يعني هو هي مشكلة كبيرة لأمريكا هذا الذي يحصل. يعني تدخل الأمريكي يبعث وفود، وزير الدفاع، يعني وزير الخارجية كم مرة ذهب على المنطقة، ولكن في نهاية المطاف كل هذا الموقف الأمريكي، يعني بايدن، هذا قرار بايدن شخصيا، لا ضغط على إسرائيل، نحن مع إسرائيل تماما، ولكن نحن بحاجة إلى أن نظهر أننا نحاول إقناع الإسرائيلي، فيذهب ويحاول إقناع إسرائيل، ولكنهم تبنوا الرؤية الإسرائيلية تماما، تبنوا فكرة إبادة حماس، تبنوا فكرة الرهائن مقابل الطعام. يعني تصور، يعني المفاوضات الرهائن جزء من إدخال الطعام. الإسرائيلي هو عنده سياسة تجويع، الأمريكي يعرف ذلك، ولكن الأمريكي بحاجة إلى سمعته، الأمريكي عنده شأن ما من السمعة في العالم يريد الحفاظ عليها، فلذلك يعني يرسل هذا الوفود. ولكن في نهاية المطاف إذا إسرائيل قالت لا، لن يضغط على إسرائيل إطلاقا.